لأنه لو ما جبنا هذا المايك ما حناكل عيش، ونستودع الله هذا المستودع لأنه ممكن يتكسر يخرب يتلف. إن قوما أتوا إلينا أولي بأس شديد، أقوياء من قادمون من النيل إلى صحراء الربع الخالي إلى هضبة نجد. خلونا نرحب بهم أو بقائدهم. رحبوا معي بالقائد الذي سوف يبهر اليوم وقادم، ومعه ما شاء الله تبارك الله جيش عرمرم وهو قائد النجوم. رحبوا معي بالمنتصر يوم البارحة محمد عباس. سلام. خير خير يا حبيب خير، ايش فيك تمشي كذا؟ هاي مشيت الانتصار. السلام عليكم. يا هلا والله، مشيت الانتصار تبي تسلم عليه بصبع واحد حتى؟ لا لا لا، هذا كبر وعلو الله ولا يضرك. والعياذ بالله. نعم، انت اخوي وحبيبي اكيد، ولكن تبي تسلم عليه كمان بالاصبع الصغير؟ بس اشوف اليوم في ألعاب جديدة، هو مو نفس ألعاب أمس اليوم؟ لا أكيد. كله يتغير. عشان كده أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير متابعي قنوات أو شبكة قنوات المجد الفضائية أينما كنتم، من المحيط إلى الخليج وفي كل مكان في أنحاء العالم. وحيكم اليوم أنا محمد عباس غايد فريق، شوف غايد غايد فريق عباس، القيادة على بعدكم، هاي فريق عائلة عباس. يا سلام. اليوم يا جماعة الخير، دقيقة دقيقة محمد عباس، لا لا استنى، أنا سامع إزعاج وقروشة عشان كده. ها إيش فيه؟ أشوف شاركوا معاي محمد وعباس. حلو محمد عباس. ها نعم، النار ولعت. كيف النار ولعت؟ أكيد جايبهم بنفسهم، يعني ما يحتاج، يعني ما شاء الله تبارك الله. جايبهم بنفسهم شنو؟ غيرتهم؟ أبشر، لاعب عليك والله، لو عندي مفاجآت حريقة يا جماعة. يعني اكتبوا، يعني طيب عندي مفاجآت اليوم خرافية. طيب تروحوا و عشان ستتش ارحب فيهم معك؟ اصبر نرحب اليوم. لا تكفى، واحد واحد انا برحب. يلا رحب، بناديك معاهم. ايوه يلا نروح جيبهم واحد واحد. يعني واحد. ايوه جيبهم واحد واحد، كلهم الواحد واحد. يلا كلهم الواحد واحد، ما عليك، كلهم طابور جيبهم، كلهم ولا طابور واحد. كلهم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يلا كلهم الواحد واحد. جمهورنا الكريم، يلا اكتبوا لنا في وسم برنامج هجوم نجوم 20. دسم ها؟ لا دسم كلهم جيبهم معاه، كلهم سوا. رحبوا معي تبارك الله، يلا تعالوا بكتيبة فريق عائلة عباس القادمة من الخرطوم لدعم فريق النجوم. رحبوا معي بالكوكبة بفريق محمد عباس. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام، ما هذا الذي أراه الآن؟ والفوز من حقي. يا سلام أحمد ومالك وسارة ومحمد وعباس، متنافسين كل جوة الخطا. واحد اثنين ثلاثة. يس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير تعالوا كذا، خلونا أعرفكم. أول شيء نبدأ بالكبار، تعال أنت هنا يا مالك. يا عباس دقيقة، أنت وحقتنا فين بنجلسهم؟ ما شاء الله تبارك الله هذول. إلا إنه الطاقية حقك يتحول كرسي. معلم علي يلا. يا رب. يا عباس أنت كذا. محمد هنا ما شاء الله تبارك الله، لازم بالترتيب. تعال كذا، مالك هنا، حاضر. شنو يا ساره؟ عادي عادي، عندنا كلام سري بين العائله. يلا كذا. الله الله الله، تعال اقعد هنا، اضيف هنا بعدين بالطول كذا كويس.
صح كذا تمام؟ انت اطول من انت جاي ترى اكتب من احمد اطول من عباس تعال احمد يلا خليهم خليهم ياخذ راحتهم كذا ما شاء الله تبارك الله مشاهدينا الكرام الان حنعرفكم بالضيوف نعم اليوم لدينا ضيوف جدد يا خذ المايك انا قلت لك النار ولعت امس هاي كلهم قالوا عايزين يشاركوا يلا عرفنا انت يلا انا اسمي مالك اي سي ما تمسح مالك والله انا اسمي مالك مالك يا سلام تحيه 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 لمالك تحيه لمالك لا مالك صهيب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله لا مالك صهيب ما شاء الله تبارك الله يلا عارفين عليك يا عسل يا شكر يا اموره عارفين عليك سارة محمد سارة يا سلام سارة محمد سارة ما شاء الله سارة محمد سارة ما شاء الله نسميها على امي يعني ما شاء الله تبارك طبعا طبعا انا مش قلت لها ما في بنات بيطلع في التلفزيون ليه؟ قلت له ما في بنات بيطلع في الشاشة أبشرك لما جيت هنا لقينا الأبونا قاعد على قولهم قام رجعت قلت لي بابا أنت قلت لي ما في اليوم من الصباح ماشيين مدرسة لا حول ولا قوة الحمد لله مبسوطة يعني. يا سارة إنك جيتي اليوم معانا؟ نعم سارة مبسوطة طيب طيب بتنافس الفريق اللي ينافس أمس فريق بابا؟ وطبعا فريقكم فاز عليه ما شاء الله حتفوز اليوم لازم تفوزوا نفوز أكيد بتفوزوا ولا ما تفوزوا؟ صحيين ولا نايمين؟ صحيين متحمسون ولا متحمسين؟ متحمسين بتتحدوا فريق عائلة العيد ولا بتحدوهم؟ بتحدوهم بتخسروا اليوم ولا ما بتخسروا؟ ما بنخسر اها مركزين يا حبيبي ما شاء الله تبارك الله مركزين يلا كمل كمل يلا يعني. كمل هذا انت اسمك منو؟ احنا الصهيب ما شاء الله ما شاء الله طبعا تحية له تحية 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 مالك مالك واحمد دين اولاد هاجر اخو ما شاء الله انا حلو حلو دين اولاد هاجر طيب حلو ما شاء الله انا مكرم فيهم وفي امهم في امهم يلا في ابوهم كمان شنو في ابوهم اكيد يلا يمكن تعرفنا عليك يلا عباس عباس منو عباس محمد عباس واو تحيه 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 عباس محمد عباس يلا ها امسك المايك القائد السلام عليكم وعليكم السلام انا اسمي محمد علي يا سلام انا اسمي محمد علي ما شاء الله تبارك الله طيب يا جماعه الخير شوفوا احنا ما عايزين نكتب الكلام عليهم ان شاء الله يس 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 راح يخسروا هم جاهزين 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 واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه يس يس يلا تفضلوا استريح نسمع لهم اقوى دعيه سمعنا اقوى دعيه اعطوني المايك هذا بالله اعطوني يلا طيب يا سلام نتمنى